يا شهرنا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر يا شهرنا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر تزهو ما بين لياليه ألقى غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقى غرة ليلة قدري ليلة قدري فالله الخالق فضلها فضلها وبرحمته قد جملها جملها فالله الخالق فضلها فضلها وبرحمته قد جملها جملها وبمنته قد كملها هي خير من ألف شهر ألف شهر من الله يسمع لي سراوي لرب اليرع كل أرسل غيب الجوغة وقريب حرد أتكات الله تبارك وتعالى فرج بأذ حيوه عب أسوده يا نوشي تشوري وشاهد شاهد من أهلها هولي إذا تتكيلا متكمل أمر خاطف روحي وين كقميس كي سفيري أوليه ورنية وقري قلي وكساد أهشو قميس كفيري هدو قلال كد الله عسي هينا وابين تيرو يلا هات سني سي سورة وكعره حبيب قميصك حقه وركب العسلية هنا السجع هرا العهاي وإريه هي أدو قميص كفيري قميصك هدو فيري وقميصك حقه دمو كد العسلية وركو زما عند مركز سويني كتشي سري نادالي ما تباته أو ما تقفتي أو خلق ما تقشي توبتك ويوسف وغاليه سلام باكو أنا الحال قاضي غاليه يحبوا أنك بقاري أمارة على مدواي على مدينه مرضى وحول بكحر بليه قاضيه وحجرنا يلا وقاضيه سيدي سوا امارات كائن قرا انت سو صارت فقهاء السلف كما شرح القاضي رجع وحي جرين جيرين اقون تفيقي ماشي كغارين لبد الركن مركز سو استاغان غرت اي دبسريان هره وكبرن تقريبا فقهي كفان كسوا كيني اه وحي شيغان صدح دوره بسبب اكو دوره وقتي قد ضاعت صدح دمر واحد الى قضاه المسلمين تمين كمده شرح ما ورد عليه اي ليس استاجه صدح دمر واحد شيغله صدح لي دمر كان قفتو مركه قدستين او ماشي كتغن اي نيكي قاضي قال وير صدح لي دمر كا ميدنا وا غربور اولي لبورسني ميدنا وا غربور من صومرت ميدنا اور بيلاد هاي عمرنا باري علي ما راسو هذه أرنتي لفيري وابا السيدي با بدنا واقعون بدنا واقعون بدنا قربينا قرب من قدر الله ورسيتكو قرأتين علي ما يوان قرأتين ورسيتكو قرأت قبل بروح من المركي قرأت تاقني ويفور رتبني سلالة القرب كان يطحي إلو في قيسير إلي مر مغسل وقر hawaynta ur kala dhow xeyri marada ay kor isaga hayso saasay marada way haysay sadexda saasa ku gartay yani waan nadra daqiiqa firaasa an aaliya hoga ilmiga marka qadaaga iyo garsoorku sideedaba maaha wax iska fudud oo walba intuu iska fuulo oo meel iska furto oo iska hadlo oo iska xukumi karo misalada misalada saarna sidaas daraadeed baa waxa leeyahay oo warka ku garugabeynay كرسورك علمك قضايا خاصة لكم شرعاء إسلام متلين قلنا لها قانون إسلامي شرعاء إسلام بان أمد كل معمولة وإن تحذر فرب ولا القانون إهل كيدي ضد كيدي آتها أقول كيدي ما لها يعني وحول القانون شد كيدي إن قانون كيدي آد مريسوا حد هذا المرين كريم نار هجلي عذاب هجلي أمد هرور دين تيدا مقالة تيدا ميب كيدا عرض كيدا خطر هجلين أدونا خطر هجلين سؤالها هانتي إجلاب قوي بجرد مركوحاً سكوزي يحيي تقصي سنة بوحي نسوه بجرد نحجر يوم وقم قصيين لكن مهم كيسوه قمدد وقال بوحي من المعرفة سؤالها هانتي اليوم الشيخ العقبة سيئي صور وقت مقابل المدر كان يقول لكم سألتك وقم لي يحيي الشيخ لنك علمو الأهيب مهارنك الحيي إنه قطرت سوى الدولة اللي هي مبدأ الدائرة
بالبادية على ما أتحت على صفحة الكاس. فلا تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. علمي وحي الدهلان هل مر باب البنكرتا أو عدسنكرتا ومركا عيد كانوا إسوتهكتا وحيل كان قبنكرتا ومسؤولية دا إسوتهكتا إنه تشيرين أذيبا مويين وعيد كانت دلالة مرقات تقعر مسؤولية دا مانت هيلا نبا قبنكرا مركا عيد البنكرتا ومر هذين كرتا وحيود الإشتران نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركم بقر كويري اجعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم خسندها ملكا وحلقوا لها قيمت بقالها ما ملكين إيدي بول نبي يوسف لما أرمود مقعب يروح لحفيظ بانا هاي آمن أقوال والله علم والله أمانا والله سيدة سراد الهوشن هل إيدي نبي يوسف مالكا وحكو بعمل متشرين حدي مركا فعلا هذا لا يوجد السينين لكن لو قرته ومدو قرو قرته إن آتاهي منك مالك مسؤولية دا إسو تهي لها ومدو لكتنا على حلقة قبل أبيجي إلا درادي سمركا ويكو بنات لكن وحاكوه الرئيسة وحاكوه الرئيسة إلا إلا مسألة المقلم أنا أرهب أنا على إسو حكومية أنا على الرئيسة ولا أسأل مقلم أبيجي با ربا أبيجي با لقال لي إسوء وإسوء كما أبي كيغا ونشا إلا أدمان تنجيلي كرتو أبيجي با لفلين أرغادي ليا ولا ربا وإني كرتو جيها كالي حالا دا إيا دعوة عينو إسوء استثمادان وإلهنا وإسوءين كرتا إلا دربتو أما هنبان هيري كرتو عيد كالو كاغا هبون أما هيري كرتو عيد كالو قبان كرتا أما آد أين لازم بقلو نقولين أبيجا شخصيا إلا كور وريكتو حلكة وتكعررتو با مصلحة هذا كتشرتا مصلحة أمد الوحي كتشرتا منك حلكة كعرر يقول لك هذا سنو إيه منك الرابين يا أمر إيبن سنة حديث كي نبي أخو صبر صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق سائل سائل من حولي هاي شيخ مكان أركيك فرارك عمورة نقص وزنوك هذا الكتشرتا زمن الفتنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث تيسا اوكاها اللي ضدك والله ضد واقع عاص مركسن وحون كفضو ذينكرا وحون كقبنكرا شر كفضو ذينكرا وحون مصلحة السوكر ذينكرا أساقت دين تيسي أمنا بدقلية روح الله عاص وقلاة إنه أمد كل احتشره وروح صحي كرا الصحر أو عقل عليه أو شرك يريه أو هو قبل كره قبطان الله بهي شرط قال إنه دين تيسر أول ما تقوليه وحول إنه قبل كره ما إلته حديث الله كي واحد ضمن أصل قبل كره السجل فيه سنة الصوب قيوم النبي صلى الله عليه وسلم مركز وكان روحه وأُجري إنه استغفر قاله أو دنيه سرع له النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مركز أرقته ضدك بلن خودي يأمانات كودي وإسدح قلي ضدك يسخلافي سيدة فرحة سوكالساء سوكشيري مركز أرقته نبي بكر صلى الله عليه وسلم قولي هكا لازم عربك هكا هيسو أرمها عامك يا أرمها قود إستقاتك دره هكا خاص كاكو مشقول إذا رأيت الشوحة المطاعا وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه فعليك بخويسة نفسك واترك أمر العام ما تكرر أن تضيطك يروي وبطيل لك وما يبرع سيف وما يشي غلط أبوكو مركز أركته بخير نرو لأطيع سيف مركز أركته نوو القول رأي بسلق المير هاي أنا أبا سحسن هو لقاء علم البنية أنا كسحسن
ورقال لقادة أوليه أنا كسحسن واللقاوة يأرقسيه أنا كسحسن واللقادة ليه أنا كسحسن من وربتيس الله أمانتها نبي قبل صلى الله عليه وسلم أريمها خاص كاكو مشغول أريمها عام كان إستقاتك دونت هذا كو مشغول عبادة هذا طاعة هذا علمها كان عسقاها الدنيا هذه آخرة هذا وحي أدهبتو ديننا قادو وحي شكيكا قلنا إستقاتك تلذي النبي قلنا وطه صلوات ربه وسلم عليه هذا إنتا كو أنفعي ويدنا مجتمع إنتا إستقات إحبحضو دور كآل انت هدات كل بادي ويدو النبي صلى الله عليه وسلم ومدو تلمانو وحا نووري إني حولها المسلم كأقول خير بنا إنو نقضو حين أريئة وأروح باديها كهيستو ما لها الرب كتب أي بورها كركض وكو إلى شنعي دين تيسر وفتن كلا عرارية حولها إني كواس أقول خير بنا دام بادي النبي صلى الله عليه وسلم ومرك الفتن كبعان هذا المرك وحبك بدل كذا دين هذا الأبقى يسود في تمر يسود كعر مجالس تعام كعر قلياشها إيمان دلها قفص أرين الصوماليات يضل الصوماليات يمحو هاي دولة الصوماليات فرها كربح دم يسود هذا المدى دين كذا وحوم كبر بعدين كرتنا هذا يقول أتفيوبان كرتنا ومدى واحد أقوى من كرت أقوى هذا بالله يتفيد إن شاء الله كل واحد يجي يدرس ويرد يقول كسرس سواء شو كبار حي كبار سواليا كذا يوحنا كبار سواليا أولي مسلمة لكن شيعة فضلا من مهين جواب صرفت الله واحد غضاء إن أنبوسه شبابت بالاقتصار طبعا هكو سنن شيعادو وضد فق وحق شراح قار كمي دانا وقالو واسكوه فصيحة قال لي وضوه قار كمي دانا قال لي ممقار سيسنا لكن سلطة يضريقي سحد عبي قادو قفق يونا فرقوه كان موصنوا مركا إلا فرق الموصن قلو قطو حاس أما قال حاس قلو قطو لا ولا ميت بين قني، مركها هقول سنة من رج الله دنيا، هذا السنية تهميت سنية لهم لو، أما سوى كلا أما كفي عن حق واحد قدرته سوني بالرأس ما دام عاد سنية شيعة هقول سنة، شيعة ما عدوني هكذا نقول، وبالله توفيق. ودك أن في الدار ضرورة كنا لهاي وحنش على مدين حاصلس وديني أخلاقه أنا أقول إلهي هاتي وشعر إلهي هاتي إلى تسكيك بحبك لكن والدك اللي يجي صدق تقول أنه يجي لأنه يحوي لك أسي حاسب لي يا هاي محاصل يا شيخ سوى الحر mid horta waxa leeyahay waalidka mid la gabadhan leeyahay mid horta gabadhan leeyahay oo inay ninan xas lahayn nin xas leh inay kursato inay ku qancado si ay isu ilaaliso diinteeda u ilaashato waa runtii aad u qiimo badan waa muhiimaddu ma aha xas ku leeyahay iyo xas ma leh ma aha laakiin ruuxu beddelku xumaan ku dhici lahaa inuu dhowrsoonaado sawtu ku dhow soonaan lahaana uu guursado cidda uu guursanayana intaad xumaan ku dhici lahayd yacni waxa weeyaan guurso waa masale muhiim ah waana kula talinayaa inaysan ka daalin qodobka labaad ee gabadha leeyahay waxa weeye waalidka aeec waalidka aeec shareecadu khiyaar waxay ku siinaysaa inaad nin reer la guursato iyad inaan reer lahayn inaad guursato labaduba waa khiyaar masaa'isha khiyaarku kaaga furan yahayna waalidku hadduu amar ku siiyo amarkiisaa laasimaya hadduu ku yidhaahdo jooji waad joojin haddiiba reerkii dhaqnaa ee dhisnaa ee isqabay waalidku fur hadduu yidhaahdo la furahayo reer aan weliba la guursanin ka waran hadduu ku yidhahdo ha guursanin
iskadhaaf reer buu leeyahay. xataa midaan reer lahayn hadday ku yidhaahdeen lalama qumana inaad guursato, had guursani mid adiga waalidkaad isku waafaqsantiin raadi insha allahu tacaala. taa horta gabadhaan dhihi lahaa iyo dhallinyarada guurka rabta, masalada waalidkana fududaysi male, masalada waalidku masala fududaysi male. allahuma mid alxaalo hadday gabadhu ka baqayso zina ka baqayso oo inay faaxisho ku dhacda ay ka baqayso, guur kalena markaa aynan haynin, ninkaana ehelkeeda u diido ayagoo diidan bay markaa guursani. leesh leanna markaa waalidka diidadoodu waa macsiyo. nin aan reer lahayn ha guursanin zinana ku dhac, waa macsiyo. soo ma markaasoo kale lagu aeeci maayo oo laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, lagu aeeci maayo. laakiin markaan ka hadlayno aan leenahay waalidka aeec, waa mar ay gabadhu heli karto obshino ama khiyaaraad kala gedisan ama ma ahe ay adkaysan karto zina ayna isaga baqaynin. mararkaasoo kale waa inuu waalidka aeecdo cid ay isku waafaqsan yihiin ay isla raadiyaan. waalidkana halkani baan leeyahayo, ilaahay ha uga baqaan caruurtooda, gabdhaha ilaahay ha uga baqaan. mas-uuliyad iyo xil maalinta qiyaamo inaydin weydiin doonoba. gabadhaadiyo guur u muhutay nin nadiifana guursanaysa dumar buu leeyahay oo maadaa lagula qabaa, ayadii hadday raalli ku tahay hooyay maadaa lagula qabaa, haddaadse aabba tahay oo adiguba dumar badan waad guursataad rabtaa ama waad qabtaay, maxaad gabadhaada ugu diidi? oo waa midda saddexaade, gabadh bii'adan joogta oo mujtamacan ku nool oo dhallinyaro ah oo guur u muuqatay, markaad maanta tidhaahda ma guursanay sido naag buu qabaa, berri wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda soo ilaah hortiisa ka baqi maysa tabaaraka watacaala. ma aha bii'o aynu wax kala doordooran karna ma aha, waa bii'o khatar ah oo halis ah oo loo baahan yahay jaaliska ugu horeeya oo ilmuhu uu guur helo in loogu kaalmeeyo, hadduu rag yahay iyo dumar yahay. jaaliska ugu horeeya uu helo in loogu kaalmeeyo bii'a ina qasbaysa inay joognaa, ma aha bii'a inu wax kala doordooran karno, khiyaaraad iyo obshino badan aan haysanaba. wabillahi tawfiiq. qofka muslimka misdiiska haddii dhibaato ay ka gabato bismi illahi raxmaan. ruuxa muslimka ah inuusan isdili karin waa arrin waxaan u malaynayaa culimiyo caamaba la ogyahay. dhibka ilaahay kuu keenay waxaa la rabaa inaad kaga baxdo sabir, aada rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa. waxaan ilaahay waa qorsheeyey, isagaa qadaray, isagaana maamulaya. si walbuba yeelana kama baxsadeen, musiibadan iskama reebi karo, ma baajin karo, ilaahay baa ii qorsheeyey, maslaxadu inay ugu jirtana ilaahay baa garan tabaaraka wa tacaala. marka sabir, ama inaad isdisho. haddaad isdisho oo sabab aad leedahay isku disho, ahlu naar baa tahay. naftu intay kaa dhacaysaa naar kaa xigta, naftu intay kaa dhacayso baa naar kaa xigta. nabigeedana waxaa ka sugan xadiid saxiix muslim ee qeybkii ku yaalay, ruuxii naftiisa dilaa naarta dhexdeeduu ku jiraa wuu ku waarayaa, khaalidan mukhalladan fiiha, wuu ku waarayaa, waa lagu waarini weligii. naarta gudaheedana wuxuu isku ciqaabayaa oo lagu ciqaabayaa wuxuu isku dilay. hadduu mindi isku dilay, mindidiibuu naarta isagoo ku jiray isgelgelinayaa. hadduu sun isku dilay, suntiibaa naarta dhexeeda lagu cabsiinayaa, ma dhammaanayo. hadduu meel iska tuuray, naarta dhexeeduu qow laga soo tuuriyo oo kolba la soo celin oo la tuuri. shaygu isku dilay baa lagu ciqaabayaa, naartana waa ku waaraya. xadiiska nabiga saasaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh. waxayna culimmadu ku fasiraan waqti dheer buu naarta ku jiri doonaa. nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka isdilay inuu ku tukado waa diiday, waa diiday, waa lagu tukan karaa. laakiin dadka magaca leh, culimmada muuqato oo kale, si dadku ay arrintan ay uga fogaadaan, waxaa fiican inay salaadiisa ka tagaan, dadweynaha kale ku tukadaan. laakiin ninka culimmada muuqdo kaleeto ee ummaddu fiirsanayso,
inuu yidhaahdo muxuu ahay war nin istile ku tukan maayo anugu, oo la yidhaahdo war culimadii hebel waa ka tagtay salaadiisii, oo maxaa dhacay wuu isdilay. Darsigaa markaa ku jira. Ama in salaad la-aan la aasamo aho waa lagu tukano muslimiinta kale ku tukanaya, qubuurta muslimiinta lagu aasaya. Laakiin shaki wuxuusan ku jirin waa dembi aad u weyn. ruuxa muslimka ana marxalo gaadhsiin karta inuu naftiisa dilo wax sahlan maaha, waa ruux iimaankiisu eber yahay. Laana ruux hadduu iimaan leeyahay, dhibka soo gaadha iimaankiisaa qancinaya. Maxaa kaa maqan? Maxaa kaa maqan? Maxaa rabtaa? Dhib baa ihaya. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Kuwo kaasii daran baa jira, bal hoostaada fiiri. Haddaad gaajaysan tahay, kuwo gaajaysan baa jira kaa daran. Dad ooman tahay, kuwaa kaa daran. Haddaad hoyla-aan tahay, kuwaa kaa daran. Ha bal fiiri khalqigan kaa hooseeya. Waa qanci. Alxamdu lilah. Alxamdulilah. Raalli ku noqo wixii ilaahay kuu qorsheeyay, kuu qadaray, kuna qanacsano. Ama inaad istisho, stress ku galo, waalato, madaxaagu yareero, balaayo isku furto, waa iimaan la-aan waay. إيمانكم ضعيف أيضا كيرا أنا والله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري ليلة قدري. فالله الخالق فضلها فضلها وبرحمته قد جملها جملها. فالله الخالق فضلها فضلها وبرحمته قد جملها جملها وبمنته قد كملها. هي خير من ألف شهر ألف شهر. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري ليلة قدري. فملائكة الله تنزل تنزل والروح فيها تتنزل تتنزل. فملائكة الله تنزل تنزل والروح فيها تتنزل تتنزل. أبواب الرحمة لا تقفل تبقى حتى مطلع فجري مطلع فجري. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري ليلة قدري. فلنكثر فيها التكبير التكبير والتهليل والتذكير والتذكير. فلنكثر فيها التكبير التكبير والتهليل والتذكير والتذكير. بإله بر وكبير ولنتلو آيات الذكر آيات الذكر. شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. يا شهرا عظم من شهري من شهري بصنيع الخير وبالبر بالبر. تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري ليلة قدري. لنسبح باسم الرحمن الرحمن الملك الصمد الديان الديان. لنسبح باسم الرحمن الرحمن الملك الصمد الديان الديان. في غرر ليالي رمضان نلهج بالحمد وبالشكر بالشكر.